وديعكم راجعين لو ما بعرف كيف. The fixed rate is the fact is finished. من يتحمل جريمة الكورونا؟ أخفاد العام. عم تحط الكمامة؟ صح. ليش؟ لألك البسطة. كعكة بطعم كورونا. العائق أمام تشكيل الحكومة. ممنوع نتدفى، ممنوع تجي الكهرباء عنا، تقنين أكثر شيء بطرابلس. هيدا عمر طيب اللي مات، هيدا واحد فقير. عم تجي تخديني لمحل إني أحمل سلاح، بدي أحمل سلاح. حزب الله قتل لقمان سليم. هن موجهوا اتهام لأنفسهم. كل متهم بريء حتى تثبت إدانته. ما كان لازم وقف وقرأ قرآن و... بدأت خطة قطع القيح. الأولوية للقطاع الصحي. أنا ما بعرف الأولوية، هو هذا القانون بيب. تنحية القاضي فادي صوان. بترجاك يا قاضي صوان ارجع. هو القاضي طارق بطار محققا عدليا جديدا في قضية انفجار مرفأ بيروت. وين دعم للشوفير العمومي؟ وقف توزيع الخبز اعتبارا من يوم غد. 9500 عادي شل كول 10000. ام وين بي اوكاري اقال ادم وين دوزابي كلنا وكل المسيحية. الحريري يتمسك بطروحه مستندا الى ماكرون. ما لح تاخدوا منا بالضغط وبوجع الناس وازماتهم. مقار رفيق الحرير الدولي مقطوع الكهرباء. قتلت زينة كنجو بكتم النفس. You are stealing my house. عن بدء المصرف المركزي العمل بمنصة صيرفة. حيبطل يستعمل سيارة بنزين، حيستعمل شيء تاني. كل المعلومات اللي بستعملها هي علمية، بس في عتب على صوتي. نعم في عتب هون، في عتب على صوتي. صوتك سكسي. تعود مفاوضات الترسيم المائي. صادقت الإمارات على إقامة سفارة لها في تل أبيب. سطر البيطار قرارا يعلوه الحق ولا يعلى عليه. طبعا هذا شكل من أشكال التوظيف السياسي. صفا يهدد البيطار، نقبعك. هيدا المحقق القضائي عم يشتغل سياسي مسيس. أنا لم أتلقى أي مراسلة مباشرة لأنه ما عنده شيء. لو عنده شيء أنا بتحدي. هذا تهديد. أنا بعد ما استلمت أي إحالة رسمي. إذا أنتم متوقعين مع هيدا القاضي أن تصلوا إلى الحقيقة لن تصلوا. نحن بدنا ناس تفوت على حبوسه. نواب النترات اللي وقعت على عريضة بترفض محاكمة النواب قدام القضاء العدلي. وكل الناس بتعرف اني حاولت من تشهر. وانا بالنسبة لإلي الحقيقة المقدس انا مش بدي ارجع وروح على المطعم. ملطوف الله قوات وشو حكيم مباشر. اتفاجأنا بحملة كتير كبيرة على القوات اللبنانية. يا عدرا يا عدرا دخيلك. لشو دولة؟ لشو بدنا بالدولة؟ رياض سلامي وقف دعم المحروقات نهائيا. أصحاب المولدات أطفأوا مولداتهم. إن ثلثي المحروقات المدعومة من الدولة اللبنانية تهرب إلى سوريا. العالم دايما تحترق دينا في عالم منا مبينه. الأم إذا أدنى الكبير ترك البلد. لبنان ربح المليون. بالضبط عتاري بتسمع غيري. اسمه عصفور تاسو. وقع
قررت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدة لبنان في الحصول على الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا. هو ليس المرجع الصالح للقيام بدور تحقيق العدالة. بكل الأحوال نبيه بري رسالتك وصلت ومردودة. والإصرار على عزل بيطار بمرسوم من مجلس الوزراء. أضرب أضرب يا بيطار. كل الاحتمالات مفتوحة. من قلب الطاقة إلى مشكلة حقيقية في لبنان. مين عم بقوس على مين؟ هلأ ما حدخل بالتحقيق. 100,000 مقاتل. 4 ملايين لبناني معنا. الوزراء الشيعة ومعهم وزيرا المردة طالبوا بتغيير القاضي طارق البيطار. سيتم كف يد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وجهد الحوثي الذي يدافع عن نفسه في وجه اعتداء خارجي. التشاوري والطلب من سفير لبنان باتت اليوم ب6,500 ليرة. أنا بدفع حقه بس لقولي إياه. نتيجة ارتفاع أسعار الأدوية المزمنة 10 أضعاف. هل هذا ما هو مطلوب من جورج قرداحي وزير الإعلام؟ نفس الموقف؟ التخلي عن موقع الوزاري. والكوصلة لا. أوميكرون. The Metaverse. Le père Mansour Labaki. هلا حضرتك بتسكت وأنا اللي بحكي. لا إذا بتريدي ما بتسكتيني أنت. أنتوا مرتكبين مثلكم مثله مجرمين. أنت مجرمين. يا ذكوري مبسوط يا ذكوري. استأنف المحقق العدلي تحقيقاته. بيطار يصر على هذه المذكرة. وين مصرياتنا؟ مصرياتك بالنوكة يعني وين بدها تكون؟